بعد التعليل هناخد علاقة السببية. ايه هي علاقة السببية؟ اول ما تلاقي كلمة من الكلمتين دول بسبب او نظرا ل، خد بالك دي نظرا ل، اللي هناك اللي هي في التعليل اسمها نظرا لان، وتركز على الفرق ما بينهم. نظرا ل دي سببية، نظرا لان دي تعليل. طيب في برضو بعض الحروف تدل على السببية، يعني في حروف اول ما تشوفها تقول العلاقة ايه؟ سببية. خلينا ناخد المثال ده الاول، نظرا لدورات التدريب، مش كأني بقول لك بسبب دورات التدريب، يبقى بسبب دورات التدريب ايه اللي حصل؟ ارتقت معدلات الطلاب، يبقى فين السبب؟ دورات التدريب، تكتب عليها سبب، تكتب عليها سبب. فين النتيجة بتاعتها؟ ارتقت معدلات الطلاب، تيجي كاتب عليها ايه؟ تكتب عليها نتيجة. طيب زي ما قلت لك في بعض الحروف تدل على السببية، زي ايه؟ جلست من التعب، انا قعدت. ليه يا عم قعدت؟ عشان انا تعبان. هنا من معناها ايه؟ معناها بسبب، جلست بسبب التعب، جلست بسبب التعب، يبقى من التعب هي دي السبب. ايه اللي نتج عن تعبك؟ ان انا جلست، يبقى النتيجة هي الجلوس. مثال تاني، دخل السجن في جريمته، يعني في جريمته، يعني بسبب الجريمة بتاعته، يبقى دخل السجن بسبب جريمته، بسبب ايه؟ جريمته. طيب دخل السجن بجريرته، يعني جريرة، يعني الفعلة بتاعته، يعني الفعلة بتاعته، يبقى بجريرته هي دي الايه؟ هي دي السبب، هي دي الايه؟ السبب. يبقى لو جيت سألتك قلت لك علاقة جملة من التعب بما قبلها، تقول لي من التعب هي السبب. لو قلت لك علاقة جملة في جريمته بما قبلها، تقول لي في جريمته هي برضو السبب. طيب علاقة جملة بجريرته بما قبلها، برضو تقول لي بجريرته هي الايه؟ هي السبب. ده سؤال الامتحان. علاقة جملة تفجر الثورة الصناعية، علاقة جملة تفجر الثورة الصناعية، بنعمل ايه؟ بنطلع فوق على النص نشوف تفجر الثورة الصناعية، لقينا تفجر الثورة الصناعية. ايه اللي قبلها؟ كلمة ايه؟ كلمة بسبب، خلاص الإجابة السببية. يبقى الإجابة إيه؟ سببية. طب يا أستاذ مش فاهمين. مش فاهمين. بيقول لك الحال المستقر للنظام البيئي لم يدر. الحال المستقر للنظام البيئي الأرضي لم يدر. يعني الأرض زمان ما كانش فيها مشاكل، كانت الطبيعة مفيش تلوث، مفيش مفيش مفيش. يبقى ده كان زمان، لكن للأسف ده ما دامش. طب إيه سبب كده؟ السبب في كده تفجر الثورة الصناعية. يبقى الثورة الصناعية هي السبب، إيه اللي نتج عنها؟ إنه ما دامش النظام المستقر ده. يبقى نكتب على تفجر الثورة الصناعية سبب، يبقى الإجابة السبب لما قبلها اللي هي ج، سبب لما قبلها. المثال اللي بعده، علاقة جملة ستصبح حياة بما قبلها. تعالوا نقرا النص كده، بيقول لي إذا خلت الحياة من العوائق والعقبات. لو الحياة بتاعتنا ما بقاش فيها عوائق ولا عقبات، إيه اللي هيحصل؟ ستصبح حياة مملة. يبقى ستصبح حياة مملة هي النتيجة. ف
فين سببها؟ ان الحياه ما فيهاش عوائق ولا عقبات. يعني لو حد عايش حياته ما عندوش مشاكل، حياته كلها يعني الدنيا بتاعته ماشيه ما فيش مشاكل فيها خالص، ايه اللي هينتج عن كده؟ هتبقى حياه ايه؟ هتبقى حياه ممل. يبقى السبب اذا خلت الحياه من العوائق والعقبات، ده السبب تكتب عليها سبب، والنتيجه ستصبح حياه ممله، تيجي كاتب عليها ايه؟ نتيجه. طيب السؤال بيقول لك ستصبح حياه بما قبلها، هتقول لي الاجابه ايه؟ هتقول لي ستصبح حياه نتيجه. ستصبح حياه دي ايه؟ دي نتيجه. السؤال اللي كلكم عمالين تسألوه، ايه الفرق ما بين السببية والتعليل؟ لو انا قلت لك جاوبني على السؤالين دول، لو قلت لك جاوبني على السؤالين دول، حصل على جائزة فراغ متفوق، حصل على جائزة فراغ تفوقي، هنا هنحط لأن ولا هنحط بسبب؟ في الجملة الأولى حصل على الجائزة لأنه متفوق. طب في الجملة الثانية حصل على الجائزة بسبب تفوقي، بسبب تفوقي. يبقى الجملة الأولى استخدمت لأن، يبقى دي جملة تعليل. الجملة الثانية استخدمت بسبب، يبقى دي جملة سببية. ده الفرق ما بين السببية وما بين التعليل. ده الفرق ما بين السببية وما بين الايه؟ وما بين التعليل. يبقى زي ما اتفقنا في البداية ان السببية والتعليل بيدوني نفس المعنى. السببية والتعليل بيدوني ايه؟ نفس المعنى. لو لاحظت الجملتين دول في المعنى، هو في المرتين حصل على الجائزة وفي المرتين هو متفوق، لكن صياغة الجملة هي اللي فرقت، صياغة الجملة هي اللي فرقت. يبقى أي كلمة تقدر تستبدلها بكلمة لأن يبقى دي جملة تعليل، وأي كلمة تقدر تستبدلها بكلمة بسبب تبقى دي جملة سببية. نركز في القطعة دي، دي قطعة الامتحان. علاقة جملة وفي أحد الأيام بجملة فكان ذلك. هنا النص بيقول لي في أحد الأيام عندما قرر الذهاب في رحلة لقضاء إجازاته في جزر الكريم، في يوم من الأيام قرر إن هو يروح رحلة، تمام؟ أخذ معاه الكاميرا بتاعته اللي كانت متوفرة في الفترة دي، فكان ذلك فاتحة لدخوله عالم التصوير بالصدفة. يبقى هنا في أحد الأيام هو راح رحلة، في أحد الأيام هو راح إيه؟ راح رحلة. يبقى ذهابه للرحلة هو ده السبب، تيجي كاتب عليها السبب، تكتب عليها ايه؟ سبب. طيب فكان ذلك فاتحة لدخول عالم التصوير، السبب انه راح رحلة، ايه اللي نتج عنها انه دخل عالم التصوير؟ تكتب عليها نتيجة، تكتب عليها ايه؟ نتيجة. وتنزل على السؤال بتاعك، السؤال بتاعك علاقة جملة في احد الايام مكتوب عليها ايه فوق؟ مكتوب عليها سبب، يبقى الاجابة السببية، تبقى الاجابة ايه؟ سببية. احنا زي ما قلنا الحل بتاعنا بيكون باللي مكتوب في الاول. ايه اللي مكتوب هنا في الاول؟ مكتوب في احد الايام. طيب خد في احد الايام دي واطلع فوق شوف انت كاتب عليها ايه؟ كاتب عليها سبب، تبقى الاجابه سببيه. طب لو هو عكسها لك قال لك علاقه جمله فكان ذلك حطها لك في الاول ب في احد الايام، فكان ذلك هي الايه؟ هي السبب. فكان ذلك او سوري فكان ذلك هي الايه؟ هي النتيجه. تمام؟ يبقى الجمله اللي بتتحط في الاول هي اللي بنحل عليها.
طيب السؤال اللي بعده ده من الأسئلة الصعبة في السببية، من الأسئلة الصعبة في السببية، وهو الأمر الذي وضعه. لاحظ أنه بيقول لك بما بعدها، بما بعدها. هنا أحد معارفه في العمل نصحه بأن يصور رحلته كاملة. واحد من أصحابه أو من المعارف بتوعه قال له إيه؟ صور الرحلة بتاعتك كاملة. وهو الأمر الذي وضعه. إيه وهو الأمر دي؟ دي تعود على إيه؟ تعود على الجملة اللي قبلها إن هو يصور الرحلة. يبقى كلمة وهو الأمر دي تعود على كل دي. يعني دي السبب وهو الأمر، كأنه بيقول لك وهو السبب. كأنه بيقول لك وهو السبب الذي وضعه أمامي لأول مرة أمام جهاز الكاميرا. يعني برضو لما أقول لك أنا ذاكرت وهو السبب أو وهو الأمر الذي جعلني أنجح. يبقى المذاكرة هي السبب. المذاكرة هي الإيه؟ السبب. نفس هنا بالظبط. تصوير الرحلة هو السبب. كلمة وهو الأمر دي أو جملة وهو الأمر دي تعود على كل اللي اتذكر ده. يبقى دي إيه؟ يبقى دي سببية. تبقى دي سببية. يبقى التصوير هو السبب. إيه اللي نتج عنه؟ إنه لأول مرة ياخد الكاميرا معاه. يبقى هنا الإجابة سببية. بيقول لي بعد المؤتمر اللي عقدته بعض الدول الإسلامية شعرت الدول بأهمية الوحدة فعملت إيه؟ فأنشأت الندوة العالمية للشباب الإسلامي. يبقى فين السبب؟ إن شعور الدول بأهمية الوحدة هو ده السبب. إيه اللي نتج عنه؟ نتج عنه إنهم أنشأوا الندوة. كأني بقول لك إيه؟ أنا شعرت بالبرد فلبست الجاكيت. فين السبب؟ شعوري بالبرد. فين النتيجة؟ إن أنا لبست الجاكيت. يبقى هنا شعرت الدول بأهمية الوحدة هو السبب. تكتب عليها سبب. يبقى تكتب على شعرت الدول بأهمية الوحدة هو الايه؟ السبب. اكتب عليها سبب. ايه النتيجة بتاعتها؟ أنشأت الندوة العالمية للشباب الإسلامي. يبقى دي النتيجة. يبقى تكتب على شعرت الدول سبب. طب هو هنا حط لك في الأول شعرت الدول، أنت كاتب عليها ايه؟ كاتب عليها سبب. تبقى الإجابة السببية. تبقى الإجابة سببية أو سبب. يبقى انت بتحل باللي مكتوب في الاول. شعرت الدول باهميه الوحده، الدول الاسلاميه حست ان الوحده مهمه. ده السبب. طب عملت ايه؟ انشات الندوه العالميه للشباب الاسلامي. بعد علاقه السبب والنتيجه والتعليل هندخل على العلاقه اللي بعدها اللي هي علاقه التاكيد. طبعا انا بعتذر لان انا مش عارف اشوف الكومنتات بتاعتكم، سواء كانت حلوه او وحشه، سواء كانت ضربه او شتيمه او حد بيجري ورايا. المهم اللي انا قلته او ملخص اللي انا قلته في الجزء الاول اللي هو ثلاث حاجات: ايه هي النتيجه؟ وايه هو السبب؟ وايه هو التعليل؟ ايه النتيجه؟ وايه السبب؟ وايه التعليل؟ واتفقنا ان في المعنى مفيش فرق ما بين التعليل وما بين السببيه. في المعنى مفيش فرق ما بين التعليل وما بين السببيه. تمام؟ لما اقول لك مثلا ان تذاكر تنجح، المذاكره هي السبب وتنجح هي النتيجه. يجي السؤال يقول لك ايه؟ علاقه جمله تذاكر بتنجح، طب تذاكر يا استاذ هي ايه؟ انت كاتب عليها سبب، تبقى السببيه. طب تنجح هي ليه؟ لو يجي يسالك في الاول قال لك علاقه تنجح بما قبلها. انت بتحل اللي مكتوب لك في الاول في السؤال، تنجح هي النتيجه. يبقى الإجابة هتكون نتيجة. طيب بعدها اتكلمنا عن كلمات مفتاحية تقدر تحل بيها بكل بساطة. اتكلمنا كلمات مفتاحية في التعليم،
اول ما تشوف الكلمات دي على طول الاجابه بتاعتك تعليم. ايه هي الكلمات دي؟ لان او نظرا لان، لام زائد فعل مضارع، كي زائد فعل مضارع، حتى زائد فعل مضارع، واللام زائد المصدر بتاعه ليقتلوه، فوثبوا عليه ليقتلوه. وفي تاني اللي هي المفعول لاجل، لما اقول لك ذكرت املا في النجاح، ليه ذكرت املا في النجاح؟ انا عايز انجح. انا عايز ايه؟ انا عايز انجح، يبقى ذكرت املا في النجاح، رغبه في الفوز. تمام. اسرع اللاعب املا في احراز الهدف، املا، هي دي جمله الايه؟ جمله المفعول لاجل، جمله المفعول لاجل. طيب يبقى اي كلمه من الكلمات اللي انا قلتها دي اول ما بتشوفها في الامتحان على طول بتكون تعليم. طب افرض يا استاذ ما لقيتش كلمه من الكلمات دي، افرض ما لقيتش كلمه من الكلمات المستحيله اللي انت بتقولها دي، طبيعي ما هلاقيش يا استاذ، انتوا بتقولوا لنا كلام واحنا بندخل الامتحان ناخد على دماغنا، بناخد على دماغنا. طيب نعمل ايه في الحاله دي؟ اسال نفسك سؤال بلماذا. لما اقول لك لماذا نجح، لماذا نجح؟ لانه ذاكر. لماذا وثبوا عليه؟ ليقتلوه. تمام. طيب يبقى ده اسمه التعليل، اسمه التعليل. بعدها اخذنا، او كان قبلها كمان، خدنا النتيجه، ودي شرحتها في بتاع انتو ذاكر تنجح، واثبت الدراسه ان اكل اللحوم بكثره ايه اللي هينتج عنه؟ هينتج عنه يزيد مخاطر الاصابه بالسرطان المثانه. يبقى السبب اكل اللحوم، النتيجه مخاطر الاصابه بالسرطان المثانه. تمام. لو جه سالني علاقه اكل اللحوم بما بعدها اقول له دي السبب. طب يزيد في خطر الاصابه بالسرطان بما قبلها اقول له دي الايه؟ اقول له دي النتيجه. اقول له دي الايه؟ النتيجه. تمام كده. بعدها خدنا السببيه، قلت لك السببيه بتتحل بكلمتين، نظرا ل. اول ما تلاقي نظرا ل على طول اكتب له سببيه. لو لقيت كلمه بسبب برضه قول له سببيه. يبقى اي واحده من الاثنين دول على طول سببيه. قلت لك ان ممكن تلاقي السببيه في بعض الحروف، ازاي؟ لما اقول لك جلست من التعب، انا ليه قعدت؟ علشان تعبت. يبقى فين السبب؟ ان انا تعبت. فين النتيجه بتاعته؟ ان انا ايه؟ ان انا جلست. يبقى جلست من التعب، يعني جلست بسبب التعب. في مثال تاني اللي قلناه، دخل السجن بجريرته، دخل السجن بالجريره اللي عملها، بالمصيبه اللي عملها. يبقى فين السبب؟ الجريرة أو الجريمة. فين النتيجة؟ إنه دخل السجن. النتيجة إنه ده؟ إنه دخل السجن. تمام كده؟ طيب حلوة. بعدها أخذنا بعض الأمثلة اللي جت في الامتحان، اللي هو وفي أحد الأيام قرر الذهاب في رحلة لجزر الكاريبي. ده السبب. إيه اللي نتج عنه؟ دخل مجال التصوير لأول مرة. يبقى السبب إنه راح رحلة. النتيجة إنه دخل عالم الإيه؟ انه دخل عالم التصوير. يبقى لما اقول لك علاقه في احد الايام اقول له سبب. اقول له ايه؟ دي السبب. يبقى سبب. طيب نكمل العلاقات اللي بعدها، علاقه التاكيد. علاقه الايه؟ التاكيد. السؤال بيقول لك، او بدايه الشرح هنا بيقول لك الترادف. يعني ايه ترادف؟ الترادف يعني الكلمه ومعناها. الترادف يعني الكلمه ومعناها، بيفيد التاكيد. يبقى اي ما تلاقي ترادف في الامتحان تقول له الاجابه تاكيد، تقول له الاجابه ايه؟ تاكيد. طيب تعالوا نشوف امثله بسيطه. لما اقول لك كان الاختبار سهلا
ويسيرا. سؤالي بيقول لك ايه العلاقة ما بين سهلا ويسيرا؟ العلاقة تقول لي سهل هي نفسها يسير، يبقى العلاقة ترادف. يبقى العلاقة ما بين سهل ويسير ايه؟ ترادف. طيب لما اقول لك كانت الرحلة شاقة ومتعبة، سؤالي ايه العلاقة ما بين شاقة ومتعبة؟ تقول لي شاقة ومتعبة العلاقة ترادف. العلاقة ايه؟ ترادف. طيب يبقى نوع العلاقة ترادف. طب ايه غرض الترادف؟ غرض الترادف التأكيد. يبقى معنى كده ان احنا هنجاوب على سؤالين، ايه نوع العلاقة؟ ترادف. ايه غرض العلاقة؟ تأكيد. طب تعالوا نشوف كده. النوع ايه؟ العلاقة ما بين سهلا ويسيرا؟ تقول له ترادف. ايه العلاقة ما بين شقة ومتعبة؟ اقول له ترادف. طب ايه الغرض؟ انت ليه اضفت كلمة يسيرا لسهلا؟ ايه غرضك؟ ليه بتضيفها؟ مش هي يسيرا هي سهلا؟ ولا هي زيادة كلام وخلاص؟ ده انا بأكد لك ان الاختبار كان سهل. يبقى ده تأكيد. لما اقول لك محمد كالاسد والليث، خلاص يا عم يا محمد لما قلت لي اسد عرفت انه اسد، لازم ليث يعني ولا زيادة كلام؟ لا ده انا بأكد لك. يبقى لما يكون كلمتين مترادفتين غرضهم التأكيد. غرضهم الايه؟ التأكيد. يبقى النوع ايه؟ ترادف. الغرض ايه؟ التأكيد. طيب نشوف الترادف وبعدين ندخل منه على التأكيد. الترادف في الامتحان مش لازم يجيب لك كلمة مترادفتان على طول، يعني ممكن يجيب لك كلمات تانية تدل على نفس معنى كلمة ترادف. زي ايه؟ زي متماثلتان، متشابهتان، تحمل نفس المعنى، تحمل نفس المضمون، تكرار لمعناها. الثانية تحمل معنى الأول. أي كلمة من الكلمات اللي قدامكم دول هي مسمى من مسميات الترادف. يعني مثلا يقول لك في الامتحان سافرت إلى البيداء والصحراء. ما هي البيداء هي الصحراء، إيه العلاقة ما بينهم؟ هتقول لي مترادفتان. طب ما لقيتش مترادفتان في الامتحان، قول لي متماثلتان، متشابهتان، تحمل نفس المعنى، تحمل نفس المضمون، تكرار لمعناها. الثانية تحمل معنى الأولى. كل دي مسميات، مسميات الايه؟ مسميات الترادف، مسميات الايه؟ الترادف. طيب نشوف جاد في الامتحان ازاي. ده نص قطعة الذباب، بيقول لي ايه العلاقة ما بين كلمة تكاد وكلمة تقريبا؟ هنا مش بقول لك الغرض، بقول لك ايه العلاقة. العلاقة يا استاذ ان تكاد لما اقول لك انا اكاد اصل، اكاد اصل اليه، يبقى انا تقريبا اصل اليه، يبقى ترادف. طب ما فيش ترادف، يبقى ناخد ايه؟ متشابهة. دي قطعة الذباب، قطعة الايه؟ الذباب. يبقى اول مثال عندي في الامتحان على الترادف العلاقة ما بين كلمتي تكاد وتقريبا قول متشابهة. طيب يا استاذ ليه ما خدتش متطابقة؟ ايه الفرق ما بين متطابقة ومتشابهة؟ ايه الفرق ما بينهم؟ التطابق يعني في كل الصفات، يعني لو رسمت لك مثلا مثلث كده وفوقه مثلث تاني نفس المواصفات بتاعته، يبقى ده اسمه تطابق، ده اسمه تطابق. يبقى التطابق بيكون في كل الصفات. تم التشابه؟ لا، في صفة او في صفتين بس. ده مثلا مثلث صغير اهو قائم الزاوية، تاني مثلث كبير قائم الزاوية، هل ينفع اقول ان دول متطابقين؟ لا، لكن مالهم؟ متشابهين. قطعة الرجولة في الإسلام، السؤال بيقول لي العلاقة بين هامة الشرف وغرة المجد. هي هامة الشرف هي نفسها غرة المجد. هنا بيقول لك لعل من أهم الفروق التي تميز المسلمين في أول أمرهم وفجر حياتهم عن المسلمين اليوم. إيه اللي بيميز المسلمين زمان عن المسلمين دلوقتي؟ ما شاء الله النص يعني مديها لنا في وشنا، بيقول لك ان زمان كانوا رجاله، دلوقتي ما
الله يعين. تمام. فقد غني العصر الاول بمن كانوا هامه الشرف وغره المجد. هي هامه الشرف هي نفسها غره المجد. يبقى العلاقه ايه؟ ترادف. طب ما فيش ترادف يا استاذ في النص قدامي، يبقى تكرار للمعنى. مش احنا قلنا ان تكرار المعنى دي من مسميات الترادف؟ يبقى تكرار ليه؟ تكرار للمعنى. المثال اللي بعده، بيقول لي لذا يجب التغاضي عن اخطائهم والتجاوز عن زلاتهم. دي قطعه الخدم. لما اقول لك انا اتغاضيت عن الخطا بتاعه معناها انا اتجاوزت عن الزله بتاعته. يبقى هي دي هي نفسها دي، يبقى العلاقه ترادف. طب ما فيش ترادف، يبقى الاجابه ايه؟ تكرار للمعنى. يبقى اول مثال عندي على الترادف في اللي جه في الامتحان قطعه الذباب كانت تكاد وتقريبا. تاني مثال قطعة الرجولة تكاد تقريبا، كانت الإجابة متشابهة. تاني مثال كانت قطعة الرجولة، هامة الشرف وغرة المجد. هي هامة الشرف هي نفسها غرة المجد، يبقى تكرار للمعنى. يبقى تكرار لإيه؟ للمعنى. طيب اللي بعدها كانت التغاضي عن أخطائهم والتجاوز عن زلاتهم. دي برضو تكرار لإيه؟ تكرار للمعنى. المثال اللي بعده بيتكلم عن لغة الضاد، لغة الضاد. بيقول لي فسهمنا في الضاد سهمه. لما اقول لك انا ليا سهم في الشركة دي يبقى انا ليا نصيب فيها، يبقى انا ليا حق فيها. وحقنا فيها حقه. يبقى هي الجملة دي هي نفسها دي. يبقى العلاقة ايه؟ يبقى العلاقة تكرار للمعنى، ودي قطعة لغة الضاد. المثال اللي بعده قطعة المكتبات، العلاقة بين الفهرسة المباشرة والفهرسة الآلية. الفهرسة المباشرة معناها البحث على الكمبيوتر، الفهرسة الآلية برضو معناها البحث على الكمبيوتر. يبقى الاثنين لهم نفس المعنى، الاثنين لهم نفس الايه؟ نفس المعنى. يبقى تكرار للمعنى، تكرار لايه؟ للمعنى. طيب اللي انا اخذته كان الترادف، اللي انا اخذتهم كانوا الترادف، مترادفتان، متشابهتان، متماثلتان، وخدت الامثله اللي فاتت عليهم. ايه غرض الترادف؟ لو انا في الاسئله اللي فاتت دي كلها قلت لك ايه الغرض من اضافه الكلمه دي لدي، هتقول لي تاكيد. هتقول لي ايه؟ تاكيد. ما احنا قلنا غرض الترادف التاكيد على طول. طيب تعالوا نشوف مثال على التاكيد. بيقول لي تقوم كلمه تدني بالنسبة لكلمة ضحالة. تكون كلمة تدني بالنسبة لكلمة ضحالة. تدني وضحالة العلاقة ترادف. طيب الترادف غرضه التأكيد. الترادف غرضه ايه؟ غرضه التأكيد. المثال الثاني على التأكيد، تقوم كلمة التوتر بالنسبة لكلمة القلق. إيه العلاقة ما بين التوتر والقلق؟ ترادف. توتر الشخص معناها قلق الشخص، قلق الشخص معناها توتر الشخص. يبقى العلاقة ترادف. طب الترادف غرضه إيه؟ الترادف غرضه التأكيد. الترادف غرضه التأكيد. طيب يا أستاذ أنت اديتنا الترادف واديتنا التأكيد، لكن ما بين الكلمات ازاي اعرف التأكيد ما بين الجمل او ما بين الفقرات؟ ازاي اعرف التأكيد ما بين الفقرات؟ زي كده لو انا عندي الفقرة الاولى بتتكلم بشكل عام، بيقول لي الانفلونزا مرض معدي الى اخره. جات لي الفقرة ثلاثة اديتني نسب واحصاءات وبيانات وارقام تؤكد الكلام اللي انا ذكرته فوق،
يبقى العلاقه ايه؟ العلاقه تاكيد. زي ايه؟ لما اقول لك مصر فيها بطاله تقول لي لا انت كذاب. يا عم فيها برضه كذاب. طب انت عارف ان البطاله في مصر سنه 2000 كانت كذا، 2001 كانت كذا، 2005 كانت كذا، اديتك ارقام اكدت الكلام بتاعي. يبقى العلاقه ايه؟ تاكيد. يبقى العلاقه تاكيد. هناخد ملخص للي انا قلته كله علشان الناس اللي فاتها اي حاجه تشوف علاقه التاكيد كلها وعلاقه الترادف. لما اقول لك تكاد تقريبا، تكاد تقريبا دي قطعه ايه؟ قطعه الذباب. ايه النوع ما بينهم؟ متشابه. لما اقول لك ايه العلاقه ما بينهم تقول لي متشابه. طب لو انا سالتك قلت لك ايه الغرض هتقول لي تاكيد بس ما جاتش في الامتحان. طيب السؤال الثاني، لما اقول لك في قطعه الرجوله ايه العلاقه ما بين هامه الشرف وغره المجد هتقول لي هامه الشرف هي نفسها غره المجد. يبقى تكرار للمعنى. تكرار ليه؟ للمعنى. لما اقول لك التغاضي عن اخطائهم والتجاوز عن زلاتهم، هي التغاضي عن اخطائهم هي نفسها التجاوز عن زلاتهم، يبقى ده برضه اسمه تكرار المعنى. اسمه تكرار ايه؟ المعنى. فسهمنا في الضاد سهمه، قطعه لغه الضاد، وحقنا فيها حقه، هي دي هي نفسها دي، يبقى برضه ده تكرار المعنى. لما اقول لك البحث المباشر والبحث الالي، اللي هي الفهرسه الاليه والفهرسه المباشره، يبقى ده ايه؟ تكرار للمعنى. طب لو انا سالتك ايه الغرض من كل اللي فاتوا دول؟ هنا لو انا قلت لك املان الفراغ لين هتكتب لي تاكيد 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 تاكيد. لان احنا اتفقنا ان اي تكرار للمعنى او اي ترادف غرضه التاكيد. غرضه ايه؟ التاكيد. طيب العلاقه ما بين كلمه تدني وكلمه ضحاله هي المفروض ترادف. طب هو ما جاليش في الامتحان عايز النوع، هو عايز الغرض، تقول له تاكيد. اقول له ايه؟ تاكيد. طب هنا ايه العلاقه ما بين القلق والتوتر؟ القلق والتوتر برضه ايه؟ برضه تأكيد. تمام؟ ده ملخص للي أنا قلته في علاقة الترادف وعلاقة التأكيد. زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، انا مش عارف انتوا بتكتبوا ايه في التعليقات، لكن موضوع العلاقات محتاج انك تسمعه مره ومرتين علشان تستوعبه، علشان تقدر ان انت تستوعب. العلاقات من اهم الاسئله في الورق، يعني الورق كله مبني على العلاقات، مبني على العلاقات. اكتر سؤال هم عارفين ان انتوا واقعين فيه هو العلاقات، فبالتالي بيحط عليكم، بالتالي بيعمل ايه؟ بيركز عليه، بيزود الاسئله. اللي هو زود يا وما يهمكش، هي نفس الفكره. تمام الكلام؟ فبالتالي الاسئله اللي بتعتمد على العلاقات محتاج ان انت تسمع الفيديو ده مره واثنين وثلاثه لحد ما يثبت في دماغك. ما اظنش انك هتجيبه من اول مره ابدا. حته ان انت تفهم العلاقات من اول مره موضوعها صعب. محتاج ان انت تكرره مره او اتنين، هتلاقي الموضوع اتحل معاك. كمان لما هتطبق هتلاقي نفسك بتحل ببساطه. تمام؟ اللي انا اخدته من شويه كان ايه هي علاقه التاكيد؟ باكد الكلام. واحد طلع من الامتحان يا استاذ الامتحان كان سهل ويسير. طب خلاص ما هي سهل، هي يسير، انت بتكررها ليه؟ انا باكد لك انه كان زي الميه. يبقى سهل ويسير العلاقه ايه؟ العلاقه تاكيد. العلاقه ايه؟ تاكيد. او الغرض التاكيد. نوع العلاقة ترادف، والغرض التأكيد. الغرض هو ايه؟ هو التأكيد. تمام. يبقى انا كده عندي اول علاقة من العلاقات هي علاقة التأكيد. بعد ما خلصت الجزء الاول دخلنا في التأكيد. دلوقتي هنروح على ناحية تانية خالص، علشان عارف ان العلاقات يعني رخمة شوية، مش هينفع ان انتوا تاخدوها في مرة واحدة، فروحنا على جزء اسهل شوية بس مهم جدا.